استقبال مهيب يليق بمقام الجزائر والخليفة العام للطريقة التجارية في العالم. بهذه الحفاوة استقبل الرئيس السنغالي ماكي سال الخليفة العام للطريقة التجارية. فجينا الإخواننا هنا في السنغال باش إن شاء الله ندعوهم إلى المحبة إلى التآخي إلى التراحم فيما بينهم لتأليف القلوب إلى ستر العيوب إلا إن شاء الله يبعدوا نزغة الشيطان لأنه ربي خلقه عدو والعدو حذرنا منه. عمق العلاقة بين الشعب السنغالي وعاصمة الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي تجلت حتى في طبيعة الهدايا المتبادلة بين الرئيس السنغالي والخليفة العام. الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم كان قد خص أيضا باستقبال بهيج من مريدي ومحبي الطريقة التيجانية ومقرها العالمي بعين ماضي.